السلام عليكم. تبارك الله عليكم. احنا موجودين الان في شارع محمد الخامس امام المعلمة واحد العمارة هنا الاسم ديالها معروف دار الطير. وهذا الطير زعما كنتاسفوا له لان في العهد ديالنا احنا دابا انا عندي 60 سنة في هذا الشارع هذا في هذا المتجر كان ذهب مذهب وجاو بعض المسؤولين هنايا ومشاو طلاوه طفوا له المعلمة ديالو وكنتاسفوا ولكن ما عندك مع من تهضر. هذه واحد المعلمة كبيرة هذه كاينه في مدريد وكاينه في سيبيا وكاينه في بعض المدن الاسبانيه ولكن هذه هنايا زعما كنتالموا عليها بزاف لان رزاونا فيها ورزاونا في بزاف ديال المعالم هنا في تطوان مشات انطفات. دابا كنطلبوا المسؤولين زعما يتحركوا ويعاونوا ويرجعوا لنا المعلمه ديالنا كيف كانت. اما علاش هذا المنظر دابا كيجيو الاجنبيين كنشوفهم هنايا كيتكلموا خلقوا هنايا في تطوان ومشاو في حالهم لاسبانيا دابا كيف رجعوا قال لك شنو وقع لهذا الطير. ايوا هذا اللي كتب الله ما عندنا ما نقولوا. هي ملي كتهضر في القيله كتشعل؟ ايه كانت كتشعل في الشمس كيف كتكون الشمس كتكون كتشعل واحد الشيء كبير لان مذهبه دابا مطفيه ما كتظهر فيها حتى شي حاجه والو يعني كان اللوح معدل تما وهي ظل برونز حقيقي ماشي زعما مطليه ولا كان ظل برونز ولكن دابا مشاو طلعوها بطلا خضار وهرسوها لنا صافي ما عندنا ما نقولوا قول الله حق هذا اللي كاين. السلام عليكم. اولا كنشكروا على هذه الحصه ديال يوم 24 وفي نفس الوقت اللي هو اللي شاغل الانتباه ديالنا هو انه هنا اللي كنعرفوا دائما حنايا ملي منذ الصغر على انه العماره كنقولوا لها بالاسبانيه البيسو ديال الطير لكن عفوا كانت في الحقيقه ربي كانت نحس وباش كتعطي واحد اللمعه ديالها حين كتجي القيله ولا في الليل كانت واحد العاده ديال هنايا الشارع اللي كانوا كنقولوا حنا الباسيو كانوا كيمشيو ويجيو كانوا اسبانيين. دابا اللي كنشوفوا حنا رجعت كامله خضراء ما عرفناش شكون هاد اليد مثلا ربما وقعت شي خطا في هذه وطلعت بهذا الطلا خضار ولا شي حاجه حتى اللي عمله ربما كون تلقائيه من نفسه ولكن اللي عرف الانسان ان الاسبانيين حين كيهضروا على التاريخ ديال تطوان كانوا هنا المستعمر وكذا كيجبدوا دائما على هذه العماره ديال الطير اللي خلاو واحد بحال سيمبول اللي كيعطي واحد يعني واحد اللمعه بزاف ديال الناس كانوا كيطلعوا من هنا كيشوفوا ديك الشيء وكان الناس اللي كتشبر كلام تصور معاه كلام واحد التذكار وكذا ودابا سبحان الله يكون وقع شي هفوات وشي حاجه. دابا حنا هنا كنطلبوا على انه اسمح لي كنطلبوا زعما المساله سهله ماشي شي حاجه كبيره ان يرجع هذاك الشيء ديال النحاس باش يبقى الشعله وباش يبقى التاريخ ديال تيتو محافظ على راسه بيدو. هذا ما كاين هذا حنا دابا التدخل ديالنا غير كنشيروا الانتباه للمسؤولين باش يشوفوا هذا التراث هذا يبقى دائما تراث اصيلي. السلام عليكم.